واش تقولي لنا على المناسبة؟ نقولكم الله يبارك، سيتي مانيفيك، العقوبة العام الجاي إن شاء الله فما أكثر. سيتي مانيفيك. وليتي بازا في وتولي دينا هذا السكن إن شاء الله، ونشكروا الرئيس تاعنا عبد المجيد تبون، نقولوا له ميرسي ميرسي بوكو على هذا الشيء، ونشكروا ثاني كامل اللي شاركوا في هذه المبادرة. سيتي ميرسي، باي باي. قولوا لي فرحان. لي فرحان. عطاوني السكنة. عطاوني السكنة. هني داك بابا كيدير لك شومبرا يتهلا فيك ها؟ ايه. تحية الجزائر الله يرحم الشهداء. حاج. نشكروا الدولة تاعنا. وتحية الجزائر. راح يرحم الشهداء. حاج. نشكر كل من السلطات المحلية، سيد الوالي، ولاية بازا. ونشكر كذلك خاصة السيد رئيس البلدية السابق إسماعيل نرملة، ونقول له شكرا، وكذلك رئيس دائرة بوسماعيل. نشكر كل السلطات المحلية من بينهم سيد الوالي. وبهذه المناسبة نختم بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري، نختم هذه المناسبة ونقول لهم عيد مبروك للجزائر، وتحية الجزائر، وتحية كبيرة جدا كذلك لسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشكرا. صح. كل والي تبون إن شاء الله كما فرحتونا ربي يفرحكم، وتحية الجزائر. البركة على الجميع المستفادين، ونشكر السيد الوالي على المجهودات الجبارة اللي راه يقوم بها. السلام عليكم. نعم نعم خويا. السلام عليكم خويا، بارك الله فيكم، وش نقول لكم؟ الله يستركم إن شاء الله، وتهلاو في رواحتكم على خير. كثر خيركم. السلام عليكم، معكم بلال بوسماعيل. كثر خيركم والعقوبه اللي مازالوا ان شاء الله. الله يحفظكم. واش نزيد خويا؟ 5 جويه الاستقلال ان شاء الله نكونوا بيان، والله يرحم الشهداء. والسلام عليكم حبيبي. يا ودي رانا فرحانين بزاف، ونشكركم بزاف بزاف بزاف، والله غير كنا في غبينا، والحمد لله ان شاء الله ربي يفرج على كل مغبون. نشكر والي تي بازا، رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، والعقوبه اللي ما داوش ان شاء الله يدو ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. بلادنا، ونشكر بلادنا وتحيا للمسؤولين. معليش نكمل. كل خيرهم، كل خير. الله يسلمك. العقوبه اللي ما داش ان شاء الله.